ايه رايك في فكره انك تفرض رسوم على المعازيم يوم فرحك وهتكون كام؟ فكره لذيذه يعني انا ممكن مثلا لو زي اليومين دول كده مثلا يعني ممكن افرض 50 جنيه على الدخول في 1000 واحد اشوف هيجمعوا كام. ممكن اعمل مثلا هاني مول بره. لا موافق طبعا، يعني ممكن مثلا 500 جنيه للواحد. انا فرحي يوم الاحد ان شاء الله، فكل كل واحد 500 جنيه طبعا. الواحد يخرج طبعا يقضي شهر العسل بتاعه، يبقى انت جيت انت اتبسطت وانا اتبسطت برضه. ما ينفعش طبعا اقول لهم هاتوا فلوس عشان جايين الفرح، لا كده كده هم اصلا بيدونا فلوس يوم حنا، لكن في الفرح يدفعوا فلوس؟ لا. اهل مصر مشهورون بالكرم والاحترام، مش معقوله هعزم واحد جاي لي من تاني بلد ولا جاي لي من تاني محافظه واقف اخر اقول له اعمل له بقى رسم دخول ولا حاجه؟ لا مش يعني انت طب انت لما تعزم حد وتقول له عليك رسوم قد كده، طب في الاخر يعمل ايه؟ هيقول لك انا عندي حصلت عندي ظروف وما جيتش. كل واحد هتختلف ظروفه مش هيجي. تاخد بالك معايا، هو جاي عشان ايه؟ جاي عشان يسندك ويكتر بيك ويكتر باسرتك. تاخد بالك، مش المفروض ان هو يدفع فلوس. ما ينفعش اصلا، هما كويس لما يجوا الفرح. كويس لما يجوا الفرح عندنا، شرف لنا لما يجوا معانا. هسه من غير تفرد عليهم رسوم ما ينفعش. لازم يدفعوا رسوم ان هم برضه ان خلاص جم قضوا ليله حلوه ويمشوا، بس بسبب بقى الكلام اللي بيقعدوا يقولوه. غير كده ما اقدرش ان انا اخد منهم فلوس غير على الكلام اللي هم بيقولوه بس. وبعد كده بقى لما كل واحد بقى بيروح بقى ممكن افكر انا كمان ادفعهم حق القاع، مش هم اللي قعدوا وكلوا وشربوا. ثقافتنا اللي احنا تربينا عليها بتهاني مش هتلاقي قبال ان انت تفرض على المعازيم، تفرض عليهم رسوم يعني هي الفكره طبعا اما تكون الفكره جديده في الاول اكيد الناس بتكون مخضوضه او مش متقبلاها، بس انا واثقه ان احنا لو بدانا نعملها ولو اتعزمنا على فرح وعملنا كده الموضوع هيبدا ينتشر ويكون يعني عادي مقبول بين الجميع. لكن اكيد اللي هيكون مرجحه اكتر اللي بيدفع فلوس الفرح. تعرف النقطه دي مهمه في ايه؟ لو مامه العريس عايزه زياده تدفع، مامه العروس عايزه تدفع، بابا عايز زياده يدفع. لان ساعات من المشاكل بتاعه الافراح ان يجي مثلا نكون متفقين على 100 50 هنا و50 هنا، فتيجي مامه العروسه او مامه العريس تقول لك انا عايزه 10 او 20 زياده، فحتى لو التانيين مش عايزين الزياده بيعملوها استخسار، اشمعنا دول زودوا واحنا لا. ففعلا اللي عايز بقى زياده يدفع هو الفلوس وعلى قد لحافك. مد رجليك ارقامنا موجوده دلوقتي.